احنا النهارده في دار الاوضه المصريه بمحافظه الاسكندريه مصر سيد درويش عاملين مؤتمر حشد جماهيري لدعم السيد المرشح الفتاح السيسي، والنهارده يوم مميز جدا ان احنا مسمين الفعاليه لست وحدك. لست وحدك كل الحشد اللي موجود من ذوي الهمم من ذوي الاعاقه جايين عشان نقولوا لفخامه الرئيس شكرا على كل اللي قدمه لهم، شكرا على انه اجبر القطاع الخاص على توظيفهم وطلع قانون ان لازم القطاع الخاص يوظف 5% من الموظفين الخاصين بالشركه عنده من ذوي الهمم ومن ذوي الاعاقه. شكرا على كل حاجه عملها لهم. الرئيس كان واضح جدا وقال ان مفيش جمهوريه جديده هتتكون من غير ما نكون كلنا واحد، مفيش أي اختلاف ولا في الشكل ولا في اللون ولا في القدرات، كلنا واحد. شكرا يا ريس، وأحب طبعا أبلغ كل المشاهدين إن يا جماعة لازم كلنا ننزل في الانتخابات، لازم كلنا ننزل يوم 10 و11 و12 ونقولها بأعلى صوت معاك يا ريس عشان نكمل المشوار ونكمل بناء